أطلقت وزارة التخطيط مشروع تعميم وتسريع ودعم سياسات تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 ومجموعة العمل الأولى الخاصة بمسرعات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. يأتي ذلك تفعيلا للشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة المصرية لدعم جهود مصر في تنفيذ رؤية مصر 2030، بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية، فضلا عن تمكين المرأة. وقالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إن المشروع يهدف لتعميم وتسريع ودعم سياسات تنفيذ أجندة 2030 كمرحلة جديدة في مسار التعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة.